الله تبارك الرحمن. شوف 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 هذا خذ عقله يغطي وجهه اللي تبغى تشوفه، وهذا يلعب بالكمامة. طبعا هذا سيف مربيها معه، كل ما نزلناها يا طول عمر والسلامة اللي هي فروخ الذئاب يعيي ويقول لا لازم انكم تطلعونها عندي في السطح اطلع والعب معها. عندها سكوتر مثل ما تشوفون الوضع هنا، حوسة منه ومنها. بس 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 شوف 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 والله من اللقافة شر. طيب يلا هد عيل، هذا وعيل أكبرها مع كلها جاية في نفس الدقيقة. أنا خله خله شوفوا الباقي وين هي فين. شوفوا 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 هذا اللي طلع لي. ارحب 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 يا وعيل ارحب. هذا وعيل شباب البوم. هذا وعيل الله يبارك فيك. اعطني اعطني يلا هذا يا طول عمر والسلامة. هي ثلاثة صار ذا اللي انتم تشوفون. شوف هذا اللي زقفت عليه وقلت ما يخاف. طبعا يا طول عمر والسلامة الوقت معها بصراحة انه يضيع، يعني يروح الوقت. شوف شوف كيف يسرق العقل، شوف الحركات. يجي يلعب عندي ياباني. ها شوف شوف ياباني يلعب. شوف 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 ما شاء الله عليك الله يبارك فيك الله يبارك فيك. ارحب يا شريح ارحب يا وعيل كل على اسمك الله يبارك فيك. بابا علي سرحان سرحان. اي هي الله زينها من عنده ما شاء الله. اي سرحان هذا عندك. طبعا شوفوا شوفوا يبا يروح يجيني بحاجة منك، يجيني بها يروح يخليها منك يجيبها عندي يلعب عليها. هاي مسكت شوفها جابها نزلها عندي. اي علي طبعا هو المسيطر، وانا اخليها لما تهاوشت اخليها لين يسيطر واحد. ليه؟ لانه لازم يسيطر عدها صغار والباقي تخضع له، انها بتسبب مشاكل بعدين. طبعا فيه صوت، يعني لو بغيت اسحب الثلاثه كل واحد رايح له في مكان بغيت اسحبها سحبتها. هذا الصيد حق صدته من زمان عنه. كفو يا سيف هو ده حقيقي. يلا يلا هذا صورك له الحين. سلم هذا توه جاي خليه يسلم. كفو والله كفو سلم عليك. والله كفو هو هد عنه. شوف لما تطيب عطر دوادي كنت عطر كذا. لأن الرجال ده ما استوى له من كلمة سردها. شوف 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 كيف كيف يسوي لها حركات. هو يشوف هو يدور وين وجهه كذا الحين. سرن لقاني لقاني العب يلا تعال يا وعي متى ما بغيته يا طول العمار. سياف تعال نبى نسحبها نبى نسحبها بالصوت الحين أنا وياك. شوفوا كل واحد رايح. شوفوا الصوت ده ما نعطيها ياه إلا لما بغيتها في الضرورة. يلا نسحبها. ها يلا. لا خلها قد تروح تبتعد علشان يشوفون الوضع أنه صحيح. يلا ندعيها. يلا أقول أنا كذا ما أدري وقف. يلا ارحبوا ارحبوا ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله ما درينا من. شوفوا كلها هذا الصوت يا طول عمر والسلامة تسحبها لو أنها على الزاد. هذا شوف هذا اللي حتى على الزاد ها فشو الصوت ذا عندها مثل يقول لبيه. ارحب ارحب حتى انت ارحب الله يبارك فيك. جاك جاك يبا يلعب معك يبا يلعب معك. اخلعها مثل ما تشوفون المكان ذا والله اني ارتبه يعني يوميا
والخدامة تترتبه ويجيه وياه يحوش. هذا الصغير ذا اللي انت تشوفون هذا يسحب ذاك حق الرياضة. شفتوه لازك دعمني ذاك نجرك يسحبه والله. شلون شكله هو يسحبه؟ طبعا ذا الصبي الله يبارك فيه والله لا يسمع ولا يعى ما يسمع الا رايه. لو اقول اجلس ما به فايده. تعال يا وعيد. جات جات هات هات عطنا الكوره خلينا نشوف. تعال تعال وعيل 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 تعال شجع الله يبارك فيه. تعال 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 ايش رايكم فيني؟ ايش رايكم فيني؟ ايش رايكم فيني؟ صح صح سياف سياف خلينا نشوف ايش بيسوي. شوف يشمها هذا يبغيك يبغيك اقربه اقربه خلينا نشوف قربه ثواني مع حاجه يا عوينه. هذا يبغى الفزعه وعيل يضربه ولا بالفزعه وعيل سياف. هذه غيره هذه غيره ايوه غيره هنا تعض انه عض عين ايوه شوف شوف شو يطرد ذا امشي الواحد حطال فيك شوي 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 يا اخوي انا اقول لك لا تخوفها ما قاعد يخبر تهزين ولعبه شوف ايه واحد اثنين ثلاثة أربعة لكم عيل سبعة ثمانية تسعة عشرة خشوا يلا طلعهم طلعوا عيل هنا هذيك عندك لزمها سياف تعال تعال علمنا يلا شل واحد شلت امه منها كيف تشله؟ شل الصغير منها الاسود الاسود ايوه اللي متحاولته شوي شوي على وعيل يا سياف ما هو يستاهل عطنا اياه شلت امه طبعا شلت امه مثل هيك مثل هيك انزله هذا بعده مني يا اخوي قلت لكم لزقه في الكاميرا هذا ولدك هاي يلا شله شلت امه طبعا يا طول عمار لما شليناه شلت امه وينه؟ أنا أعلمكم ذا ما يسمع ولا يعى وينه طيب أنا أبغى أصوره ما تشاله شلت أمه شال عندك وراك أنقذنا بواحد إن لكم مع الكاميرا تصور كان تفهمنا الله الله أكبر أيوة عطني شلت أمه شوفوا لما شله شلت أمه ما عاد تحرك ولا عاد صار منه سبحان حرك. الله سبحان هذا ربه خلاه هكذا صادق يعني لما مسكته كذا ما عاد تحرك صح يا سياف؟ ايوه يجي جابس ما كانه بمخلوق. اي خليني اعلمكم. ها بعد شهرين ايوه بشله شله امه بعضه. ايه انت بتقرطبه. اي قرطبه بعمه. خلاص خلاص. طلعت رات وجهك. اقول سرقه. يودك سرقه. وناسه معها يا طول عمار وتقطيع وقت ونفس الوقت تدريب وتعود علينا وذا وعيني يا فلسطة خله 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 ما بلا يعالجه خله يا سياف يا اخوي ما يسمع يا ابو طالب هذا يبيع الخشم وشوف الله الله حبينا يا طول عمر والسلامة نبين لكم بعض اللقطات اللي تراها شبه يومية الحين كذا شوفوا شالين حق لمبة السينار يا ابو عيل كل شوي انت مقبول علينا بحاجة ارحب ايش تبغى ايش تبغى؟ ارحب 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 الله يبارك فيك يشبح لو عيل الله يجينا لان ذا ما يداني حد اني اقرب منه خله 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 يطلع يطلع انت بعلها انت بلا تدري نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه لقطات بسيطة من تصويرنا وعاداتنا اليومية مثل ما تشوفون
احنا وياها كذا. والسلام عليكم.